الكرام، سيرة الخطوط الجوية الكويتية رحلة من إسطنبول وصلت قبل قليل لنقل الركاب الموجودين هناك إلى البلاد. الكويتية لفتت إلى أنها ألغت رحلتها رقم 155 من الكويت إلى إسطنبول والتي كانت مقررة أمس. ننتقل إلى مطار الكويت الدولي ومعنا هناك المراسلة جيهان حبيب. أهلا وسهلا فيك، وما هي آخر المعلومات المتوفرة لديك حول عدد العائدين من تركيا وعدد الرحلات؟ صباح الخير هيدي. نعم، نحن متواجدون من في قاعة الوصول في مطار الكويت الدولي، حيث تم استقبال إلى الآن طائرتين محملتين بالركاب من تركيا. الأولى وصلت بما يقرب تقريبا في تمام الساعة 7 صباحا، وكان على متنها ما يقارب 300 راكب. أما الثانية فوصلت في تمام الساعة 8:15، وعلى متنها كان 180 راكبا كويتيا قادمين من تركيا. حسب ما علمنا من إدارة مطار الكويت الدولي، فإن الطائرة الثالثة ستقلع في تمام الساعة 10 لتقل أيضا ركابا قادمين من تركيا. حسب لقاءاتنا مع الواصلين من هناك، البعض شهد بعض مظاهر الشغب عندما بدأت، البعض متعب قليلا لأن هناك كان مسافة مشي من المطار إلى الطائرة، ولكن الجميع بخير، الكل استقبل بالورود والترحاب في المطار. هذا أبرز ما لدينا إلى الآن. هيدي، احنا نشكر مراسلتنا جيهان حبيب من مطار الكويت الدولي على ما قدمتي لنا من معلومات، وان شاء الله نتابعك في بقية نشرات الأخبار. شكرا لك.